السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات السيفتي، والمرة دي عن الفاير سيفتي. مجموعة محاضرات الفاير سيفتي هتبقى 5 أجزاء، هنبتدي بالجزء الأول دلوقتي. مع حضراتكم دكتور عبد الرحمن بدر الدين، أستاذ مساعد البايوكيمستري، كلية العلوم، جامعة عين شمس. In the beginning, would like to thank the Division of Administration, State of Louisiana, USA, for this wonderful teaching material that we are using. Thank you. الاوتلاين بتاع الكورس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين هيبقى 5 أجزاء. اول حاجه الفاير ساينس، تاني حاجه الفاير سيفتي انسبكشنز، تالت حاجه الايفاكويشن بلان، رابع حاجه الفاير اكستنكشرز، واخر حاجه ان شاء الله لاذر فيتشرز اور فاير بروتكشن. هنبتدي مع بعض الفاير ساينس. طبعا كلمه فاير هنا بتعود للحريقه، انا بتكلم على حريقه، بتكلم على نار، بتكلم على uncontrolled fire او حريقه خارجه عن السيطره بتاعتي. واحنا لازم نعرف ايه الساينس اللي بيهايند الفاير، الساينس اللي بيهايند الحريقه، او العلم اللي وراء الحرائق او النار عشان نقدر نسيطر عليها او نقدر نكونتين الفاير. معلش انا بتكلم عربي شويه وعربي انجليزي عشان الكورسات تنفع الناس اللي بيتكلموا عربي او الناس اللي بيتكلموا انجليزي. طيب عشان نفهم الفاير ساينس الاول لازم نعرف ايه هي الاليمنتس او هي الاجزاء اللي بتسبب الحريقه، الكومبوننت بتاعت الحريقه او ايه المكونات بتاعت الحريقه اللي ممكن تسبب حريقه او ممكن تسبب. عندنا حاجه بنسميها الفاير تتراهيدرون، اللي هي بقى الفاير تتراهيدرون ديت هيت. اول حاجه اسف فويل، وقود، لازم يتوفر عندي وقود، لازم يتوفر عندي اكسجين. طبعا الاكسجين مع الوقود الاثنين دول ممكن ما يعملوش حاجه الا لو انا احتجت معاهم او كان في مصدر حراره هيت. يبقى الفاير تتراهيدرون فول اكسجين هيت وكيميكال شين رياكشن. كيميكال شين رياكشن بيبتدي يحصل تفاعل كيميائي ما بين الحاجات دي كلها عشان يبتدي يديني الفاير او الحريقه اللي احنا بنعرفها. يبقى تتراهيدرون الاربع كومبوننت بتوع الحريقه هو الفيول، الوقود، الاكسجين، الهيت، الحراره، والكيميكال رياكشن اللي بيحصل ما بينهم عشان يبتدي يولد لي نار او يولد لي حريقه. الكومبوننت دي كلها هي اللي بتسبب الفاير. لو انا قدرت امنع الثلاثه كومبوننت او الاربعه كومبوننت دول ان هم يتحدوا مع بعض او ان هم يتواجدوا في مكان واحد، يبقى انا كده هبتدي اعرف ازاي امنع الحريقه. طيب انواع الوقود ممكن تكون ايه بقى؟ الفول كان بي ليكويد، سوائل زي الاويل، زي البنزين، زي الشحم، الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في التشحيم، الحاجات اللي بتستخدم في العربيات، الحاجات دي كلها. سوليد زي الخشب، الورق، وبعض انواع الميتلز. او جازز، غازات زي الغاز الطبيعي او بروبان او الاستيلين او انابيب الغاز اللي احنا متعودين نشوفها في كل حته. يبقى الفول كان ممكن يبقى ليكويد، ممكن يبقى سوليد، ممكن يبقى جاز. طيب ده يفرق معايا ايه؟ يفرق معايا في نوع الحريقه نفسه. اكوردنج لنوع الفويل اللي عندنا او نوع الوقود الفيول اللي عندنا، احنا قسمنا الحرايق لاربع انواع. كلاس اي فايرز، كلاس اي فايرز اللي هي بتتكون من الاوردينري كومباستبلز، الحاجات اللي هي العاديه اللي ممكن تتحرق، اللي هي موجوده في بيوتنا كلها، زي الخشب، الورق، الرابر اللي هو الكاوتش، البلاستيك، الحاجات دي اللي هي موجوده في البيوت بتاعتنا كلها، ودي مواد كلها كومباستبلز او مواد قابله للاحتراق، موجوده عندنا كلنا، فدي بنسميها كلاس اي فايرز او الاوردينري فايرز، الحاجات اللي موجوده في اي حته. في عندي كلاس بي فايرز اللي هي الحاجات الفليمابل، الحاجات الملتهي الفليمابل، الحاجات اللي هي بتولع بسرعه فليمبل ليكويد، زي الاويل، زي الجريس، زي الجازولين، زي وقود العربيات، الغازات، الجازز، زي انابيب البوتاجاز، الحاجات دي كلها فليمابل، بتولع بسرعه جدا وبتبقى ليها خطوره شديده جدا. كلاس سي فايرز اللي هي الحاجات بقى اللي هي الانرجايز الكتريك اكويبمنت، او الحاجات اللي هي الكهرباء، المواتير الكهرباء، او الحرائق اللي بتنجد بتحصل في المولدات الكهربائيه او في الوصلات الكهربائيه، يعني اي حريقه نتيجه فاير دي بنسميها كلاس سي فايرز. واخر حاجه عندنا كلاس دي فايرز اللي هي الفليمابل ميتلز، ودي بتبقى في بعض الحتت بقى الصناعيه او الحتت المعينه اللي موجود فيها الميتلز، زي المغنيزيوم. المغنيزيوم بنستخدمه في حاجات كتير قوي، تانيوم، زيركونيوم. الميتال زي في صورتها الطبيعيه او في بعض الاشكال بتاعتها اللي بتبقى موجوده في الاندستري في الصناعه ممكن تسبب حريق لو اتجمعنا لها تتراهيدرونز اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يبقى احنا عندنا 4 انواع فايرز، كلاس A اللي هو الاوردينري فايرز، كلاس B اللي احنا قلنا عليها الفليمابلز، كلاس C اللي هي الالكتريك
equipment fire وكلاس دي اللي هي الفلامبل ميتال. طيب احنا كلنا طبعا لما بنسمع كلمة فاير بنقول فاير يعني نار، لا في في الأسوأ من الحريقة نفسها، في الأسوأ من النار نفسها، السموك الدخان اللي طالع من الحريق، والدخان دوت ما هو إلا combustible organic material، هو مادة قابلة للاشتعال. فممكن الدخان يبقى أنا عندي حريقة ما فيش فيها لهب لكن فيها دخان كثيف، ومرة واحدة الدخان دوت يولع ويسبب حريقة جامدة جدا، وأحيانا الدمج اللي بيحصل من الحرائق بيبقى نتيجة الدخان أكتر منه الدايركت فاير. فاحنا مش عايزين بس لما نقول فاير او حريقه نفتكر بس النار في دماغنا، لا لازم نحط في دماغنا في حاجه اسمها سموك، وده ممكن يبقى اخطر كتير قوي من الفاير نفسها. طيب انا احنا دلوقتي قلنا كلمتين، قلنا كلمه كومباستبلز وكلمه فليمابل، احنا عايزين نفرق بس ما بين الاثنين. اكوردنج لان اف بي اي هم صنفوا الكومباستبلز اللي هي الماتيريال الفلاش بوينت بتاعتها اقل من 100 درجه فهرنهايت، اللي هي ممكن تولع اسف الفلاش بوينت بتاعتها اكبر من 100 درجه فهرنهايت، فوق الاباف 100 ديجري فهرنهايت، الحاجات اللي ممكن تولع لو تعرضت لدرجه حراره اكتر من 100. الفلامبل دي حاجات بتولع بسرعه جدا، انا بس محتاج سبارك عشان يولعها، زي الجازولين زي الجاز زي البنزين، الحاجات دي كلها الفويل ديت كلها بتولع بسرعه، فبنقول ان الفلاش بوينت بتاعتها بتبقى بيلو ال 100 فهرنهايت. طبعا الفلامبل بتبقى اخطر واشتعالها بيبقى اسرع، واي سبارك بسيطه او شراره بسيطه بسبب الحراره. الكومباستبلز ممكن تاخد وقت طويل قوي على ما تبتدي تولع وتعمل لي مشكله جامده، لكن في بعض انواع المواد الكومباستبلز ممكن ينتج عنها انفجار شديد جدا 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 يؤدي الى دامج جامد قوي. فكل واحد فيهم ليه المخاطر بتاعتهم سواء كومباستبلز او الفيلم. طيب عايزين بقى نبص على الدياجرام ده، لان الدياجرام ده مهم جدا. الدياجرام ده بيقول لي ايه هي الكومبوننتس اللي بتطلع لي من الحريق. طبعا احنا قلنا عندنا فيول، عندنا اكسجين، عندنا هيت بيسببوا لي حريق، الفلامبل فيبر بيبقى عندي فليمز مولعه، مع الفليمز بيبقى فيه لايت بيبقى فيه اضاءه انا بشوفها، بيبقى فيه ضوء طالع مع الحريقه، بيبقى فيه هيت حراره فليم وسموك، الحاجات دي كلها بتبقى البرودكت اللي انا شايفها من الحريقه نفسها، انا اقدر اشوفها واقدر اعمل لها ديتكشن بعناية. كان في حاجات بقى انا ما اقدرش اعمل لها ديتكشن، الووتر فيبر. طبعا اول حاجه بنعملها وده بيبقى شيء طبيعي لما بنشوف حريقه في بعض انواع الحرائق بنطفيها بميه على طول. الميه مع الحراره السخنه الشديده قوي بتتحول الى ووتر فيبر، ووتر فيبر يعني درجه حرارته فوق ال 100. انا لو تواجدت في مكان فيه حريق او فيه ميه بتتبخر فانا ممكن اصاب بالتهابات في الصدر بتاعتي نتيجه الووتر فيبر اللي طالع دوت، سواء انا استخدمت ميه عشان اطفيها او الحريقه نفسها الماده نفسها اللي بتتحرق طلعت لي الفيبر اللي جواها الووتر فيبر اللي جواها. سلفر دايكسايد او ثاني اكسيد السلفر، سلفر دايكسايد مشكلته انه لما بيتحد مع الووتر فيبر بيعمل لي سلفوريك اسيد او حمض الكبريتيك. سلفوريك اسيد ده اللي هو المكون بتاع الانطار الحمضيه اللي بنسمع عنها، ده بيسبب مشاكل جدا جدا كبيره في الرئه، كاني بالظبط يعني بستنشق ميه نار. فووتر فيبر مع سلفر دايوكسيد بيديني سلفوريك اسيد، سلفوريك اسيد از ا فيري دينجرس اسيد، ممكن يسبب لي دامج جامد جدا في اللنج بتاعتي. غير الكربون بارتكلز الفحم اللي ممكن تسبب لي حساسيه شديده جدا على الصدر، في عندي الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، طبعا ده لو كميته بتزيد ده مش حاجه كويسه، لكن الاخطر منه الكربون مونوكسيد، لان الكربون مونوكسيد هو غاز ملوش ريحه ملوش لون ملوش اي حاجه نقدر اعملها ديتكشن، وبيخش جوه جسمي وبيتحد مع الهيموجلوبين اللي موجود في خلايا الدم الحمراء وما بيسيبوش. يعني الكربون دايوكسيد لو دخل على خلايا الدم الحمراء وبعد كده دخل اكسجين، الاكسجين بيخش مكانه والكربون دايوكسيد بيطلع، لكن الكربون مونوكسيد الافينيتي بتاعته للهيموجلوبين اعلى كتير قوي من الاكسجين، فلو دخل جوه الخليه بتاعتي بيمسك في الاكسجين وما بيطلعش، او بيمسك في الهيموجلوبين وما بيطلعش وما بيخليش الاكسجين يخش مكانه، وبالتالي بيسبب لي مشاكل كتيره جدا وهيسبب لي تسمم، ويبتدي انا يحصل لي فينتنج او يحصل لي اغماء، وبعد الاغماء بيحصل داس. كربون مونوكسيد واحد من اخطر كومبوننت اللي بتنتج مع الحريق. وفي عندنا ممكن يبقى في هيدروجين سيانايد، واحنا عارفين السيانايد ماده سامه، والهيدروجين سيانايد هيبقى غاز سام ممكن يأذيني. كل الكومبوننت دي اللي بتطلع مع الحريق كل واحد فيهم ليه دامج مختلف عن الاخر. وعشان كده احنا بنقول احنا ليه عايزين نعرف او بنفهم حاجه اسمها الفاير ساينس او ساينس اوف فاير، لان انا المفروض ما اتعاملش مع الحريقه الا لما اعرف الكومبوننت بتاعتها، لان احنا في اربع انواع من الحرائق وفي بعض الكلاسيفيكيشن بيوصلوا لخمسه او لسته، كل حاجه فيهم ليها الاستخدام بتاعها. يعني ما ينفعش اطفي حريقه الكهرباء بالميه، ما ينفعش اطفي بعض الحرائق زي الحرائق اللي فيها صوديوم مثلا بميه، لان الميه مع الصوديوم اساسا بتعمل انفجار.
فبعض الحاجات انا ما ينفعش استخدم لها الووتر عشان اطفيها، وبالتالي انا لازم اعرف مصدر الحريقه ايه، الماده اللي بتتحرق عندي ايه، قبل ما ابتدي اتعامل معاها عشان ما استخدمش حاجه غلط. كلنا بنسمع في البيوت لما مثلا حد عندنا بيقلي حاجه على البوتاجاز وبتدي يطلع نار يقول له ما تطفهاش بميه. انت لو طفيتها بميه انت هتزود النار ديت، لان النار بتطلع من الزيت ديت ما هي الا زيت ملتهب، لما انا بحط عليها ميه بتكون لي الووتر فيبر اللي كنا بنتكلم عليه او بخار الميه، وده بيخلي لي الزيت يتبخر اسرع ويوسع لي الحجم بتاع النار. انا بسيط قوي بطريقه بسيطه قوي بغطي الحاجه اللي فيها الحاجه اللي بتولع عندي في المطبخ، لو كانت طاسه او حاجه بقلي فيها زيت بغطيها بقماشه او غطيها بحاجه بغطا حله عندي بالراحه خالص، النار هتطفي لان ما تعت عنها الاكسجين. لكن لو انا رميت عليها ميه انا كده هولعها اكتر. فانا لازم اعرف الماده اللي بتتحرق قبل ما ابتدي اتعامل معاها. عشان كده لو انا بقى موجود في جامعه، لو موجود في مصنع، بيبقى عندنا حاجه اسمها الام اس دي اس، الماتيريال سيفتي داتا شيت. لازم الماتيريال سيفتي داتا شيت دي تبقى موجوده، لانها بتقول لي لما الكيميكال ده يتعرض لحريق انا هتصرف معاه ازاي. ولازم الماتيريال دي سيفتي داتا شيت دي تبقى افيلابل للرجال الاطفاء لما يجوا، او للشخص المسؤول عن الاطفاء اللي موجود، عشان يعرف هو ازاي هيتعامل مع الحريق دوت. ما ينفعش اتعامل من غير حريق من غير ما اعرف الداتا شيت بتاعه او السيفتي داتا شيت بتاعه. وبكده يبقى وصلنا لاخر لنهايه الجزء الاول. اشوف حضراتكم في باقي الاجزاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.